From our family to yours, Ramadan Kareem. From Masrawi Egyptian Kitchen, the truest form of authentic Egyptian soul food. God bless you. يعني في برامج عندنا أكتر من 80 برنامج هجرة في كندا. كل واحد ليه برنامج، المتعلم ليه برنامج، واللي نص تعليم ليه برنامج، الحرفي ليه برنامج، الرياضي ليه برنامج، الفنان ليه برنامج، المخترع ليه برنامج. عندنا كل حاجة ممكن تتخيلها. البدأ الازدحام اللي يجي في كندا والأعداد الكبيرة اللي تيجي في كندا والإنفستورز اللي يجي في كندا الفترة اللي فاتت، فبدأ الموضوع ده يشد انتباههم، لأن احنا عندنا الباك جراوند بتاعتنا كانت نفس الأسلوب ونفس الطريقة في بلادنا، حتة أرض قديمة تتبني وتتهد وتطلع برج أو يطلع حاجة جديدة، فنفس المنتاليتي بتاعتنا ككل واحد في البيزنس بتاعه. فلما جيت كندا نفس الاتجاه برضو، احنا بنفكر في نفس الكلام، حتى احنا مسمينها المكان، المكان مكانك. اكيد. فهي فكرتها كده، المكان مكانك، مكان انت جاي فيه تحتفل بحاجه فيري سبيشال او تعمل شغل فيري سبيشال، فعايز تبقى جاي مسترخي، حد هيشيل لك كل حاجه وهيعبر عن شخصيتك في المكان، وهو ده قاعه المكان بتعبر عنك. احنا ما شفناش بعض، قلت لك رامي احنا عايزين نعمل كذا 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 عشان الموسم الثاني يكون فيه ثيم مختلف. كان هدفنا فعلا اللي انتوا عايزينه واحسن منه نحاول ان احنا نطلعه. خليني اوقفك هنا اهوت. ما وراء المكان وحكايه المكان من خلال عيله جميله جدا جدا هنتعرف فيها سوا عليهم ويقولوا لنا ايه حكايه المكان. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا خالد. اهلا بيك. وعشان كندا تعمر لازم تتبني، وعشان تتبني لازم يكون في جنرال كونتراكتور. يساعدنا النهارده يكون معانا استاذ فادي خله، جنرال كونتراكتور. ازيك يا فادي؟ ازيك يا مجدي. ميلاد ميخائيل ناشط اجتماعي، ميلاد ميخائيل سياسي، ومستشار هجره معتمد ومتخصص في هذا المجال ومعروف وسط الجاليه كلها طبعا. ربنا يسعدنا. ميلاد ميخائيل اهلا وسهلا. اهلا بيك ابتهال. انا مبسوط جدا وسعيد بالمقدمة العظيمة دي. يعني الله يخليك، وانت تستاهل كل خير. اهلا بحضرات المشاهدين.